نجاح. بسم الله الرحمن الرحيم ودنا يتكبراتشو يا نجاح ميديا بيتسبوچ اندمنا اللهچولن ሁላችሁንም ሰላም ብለናል ዛሬ ኢንሻአላህ ይዘንላችሁ የቀረብነ ፕሮግራም የሚሆነው ምንድነው በቀላሉ ቤታችን ቀለል ያለ ምርጥ አሳምቦሳ እንዴት ነው ማዘጋጀት የሚችለው በነጻህና እንዴት ነው የሚዘጋጀው የሚለውን ነገር ኢንሻአላህ ገለጻ እናደርግላችኋለን እንዲሁም ያሰራር ሂደቱን ሙሉን ጋብዛችኋለን የሚያስፈልጉን ግብአቶች ምንድናቸው እንግዲህ ፍለፊት ላይ እንደምትመለከቱት 3 ኩባያ ነጭ ፈርኖ ዱቄት ስፔሻል ዱቄት መሆን አለበት ዱቄቱ አሪፍ ካልሆነ ያው አሰምቡሳው በኋላ ሊበላሽል ማለት ነው ሊጡ እንደዚሁ የማይሆን ይሁን ስለሚሆን ስፔሻል ሆኖ ነጭ ዱቄቶች ይመረጣሉ ማለት ነው አንድ ጆግ ውሃ ንጹህ ውሃ መሆን አለበት በመቀጠል እዚህ ጋር ጨው ያስፈልገናል እዚህ ፍለፊት ላይ እንደምትመለከቱት እንዲሁም ደግሞ ማብኪያ ይሄው ፍለፊት እንደምትመለከቱት እነዚህን ግብአቶች በመጀመሪያ ደረጃ ማስቀመጥ ይኖርብናል ንጹህ ቦታ መሆን አለበት ያው ምግብ ነክ ነገር ስለምንሰራ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ኢንሻአላህ እንሄዳለን አሁን ፍለፊት እንደምንመለከተው ማብኪያው ላይ ነጭ ፈርኖ ዱቄቱን እናረጋለን ማለት ነው እንገለብጣለን በመቀጠል ጨውን ፍለፊት እንደምታዩት ከዱቄቱ ጋራ ይዋሃዳል ማለት ነው يا لؤلؤا قد صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار انت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار انت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوى من كان مثلك لا يعاب حياؤها وهل الشموس تعاب في وضح النهار يرمون بالقول القبيح حياءك ويرون في إيمانك جهلا وعار جهلا وعار يا لؤلؤا قد صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار انت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار انت كمثل النجم في لمعانه ان شاء الله يا وها مبزات يلبتم يا درك سيلبل በጃችን ላይ በመዳፋችን ትንሽ ውሃ አድርገን ነው ማውቋት ያለበት ማለት ነው ውሃ መብዛት የለበት አሁን ኢንሻአላህ ለ30 ደቂቃ ያክል በንጹህ ክዳን ይከደናል ማለት ነው ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም አሁን ቀድም የተቦካው ሊጥ የፍለፊት ላይ ከ30 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ከደንብ ፏብሏል አሁን በመቀጠል የሚያስፈልጉ ግብአቶች ደግሞ ለመዳመጥ የሚያስፈልጉ ነገሮች ነግራቸዋለሁኝ እዚህ ጋር ንጹህ ብሩሽ እንዲሁ ደግሞ በውስጡ ዘይት ያለው ማለት ነው ነጭ ዱቄት አሁን የሚያስፈልጋል መዳመጫ ወንፊት እንዲሁ ደግሞ እዚህ ጋር ንጹህ የሚዳበጥበት ቦታ ማለት ነው ንጹህ የሆነ ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው አሁን ኢንሻአላህ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እናልፋለን ለሁለት ነው ቆረጡ ያ በደንብ ተከታተላችሁ ፍለፊት እንግዲህ ኢንሻአላህ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ ሼር ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار
يلؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفقار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار من كان مثلك لا يعاب حياؤها وهل الشموس تعاب في وضح النهار يرمون بالقول القبيح حياءك ويرون في إيمانك جهلا وعار جهلا وعار يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار ظلوا الحياة ثقافة غربية وبأن في تقاليدها عز الديار أولم يروا أن الضياع يسوقهم نحو الهلاك يذيقهم يأس الدمار يعني في اللي في سلاين من الملكته يمدامة سراثة جمرة مالتنا بسم الله الرحمن الرحيم አሁን ወደ ቀጣይ ውስጥ የፓልፈና ማለት ነው እንግዲህ ፊለፊት ላይ እንደምንመለከተው 10 ናቸው እዚህ ፊለፊት ያሉት ቂጣዎች ማለት ነው አሁን የሚደረገው ምንድነው ለሁለት ለሁለት ይደረብና በቀጭኑ ተዘርጎ እንደ አዲስ ይዳመጣሉ ማለት ነው ኢንሻአላህ ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሸጋገራለን وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار من كان مثلك لا يعاب حياؤها وهل الشموس تعاب في وضح النهار
يرمون بالقول القبيح حياءك ويرون في إيمانك جهلا وعار جهلا وعار يا لؤلؤا قد صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوى ظلوا الحياة ثقافة غربية وبأن في تقليدها عز الديار أولم يروا أن الضياع يسوقهم نحو الهلاك يذيقهم كأس الدمار يا لؤلؤا قد صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوى ردي أباطيل الطغاة وأبحري بالدين لا تخشين أمواج البحار ولتشمخي بالدين حتى تسعدي وامضي به في دربك أسمى شعار يا لؤلؤا قد صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار አሁን እንግዲህ ባለን ነገር በኦቨር ሊሆን ይችላል በስቶቭ ሊሆን ይችላል በብረምጣ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች ቂጣውን እንለበልበዋለን ማለት ነው ከዚህ ያነሳ እንደዚህ በዚህ መንገድ እንለበልበዋለን ማለት ነው السفور وبينك حجب الفخار حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوى ظلوا الحياة ثقافة غربية وبأن في تقليدها عز الديار أولم يروا أن الضياع يسوقهم
نحو الهلاك يذيقهم كأس الدمار. يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار، بين السفور وبينك حجب الفخار، حجب الفخار. يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها، وهدى الكتاب يظلها ظل المحار. أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار. أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار. ردي أباطيل الطغاة وأبحري بالدين، لا تخشين أمواج البحار، ولتشمخي بالدين حتى تسعدي، وامضي به في دربك أسمى شعار. يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار، بين السفور وبينك حجب الفخار. بسم الله الرحمن الرحيم. አሁን ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው? ፊልፊት እንደምናየው እንግዲህ ሽንኩርት፣ ቃሪያ እንዲሁም የምፈልገውን ቅማቅሞች አሳምቡሳው ላይ ማስገባት የምፈልገውን ነገር እናዘጋጃለን ማለት ነው። እዚች ጋር ጨው አለ። ጨው መብዛት የለበትም። ፊልፊት ላይ እዚህ እናየው ጨው ነው። ጨው መብዛት የለበትም። እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ምንድነው? ያሳምቡሳው ማጣበቂያ ነው። እዚህ ጋር የሚሰራው ማለት ነው። ፊልፊት ኢንሻአላህ እነዚህን ቀጣይ ስቴፖች እናሳያችኋለን። እንዲሁም እዚህ ፊልፊት ላይ ምስር አለ። እዚህ የተቀቀለ ምስር ማለት ነው። ፊልፊት እንደምንመለከተው የተቀቀለ ምስር አለ። እንዲሁም እንደነገርኳችሁ ማንኛውም የምፈልጉትን ቅመማቅመም ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እኛ ለምሳሌ እዚህ ምስር፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ጨው እነዚህ ነገሮች ናቸው ያዘጋጀነው። እናንተ ደግሞ እንደየፍላጎታችሁ ስጋ ለምሳሌ መጨመር፣ ዱለት መጨመር የምፈልጉ ከሆነ እንደ ፍላጎታችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ قد صان عفتها الخمار، بين السفور وبينك حجب الفخار. يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها. አሁን ፊልፊት እንደምንመለከተው እንግዲህ የማቀላቀል ስራ እየተሰራ ነው፣ ሁሉንም አንድ ላይ ማለት ነው። من كان مثلك لا يعاب حياؤها، وهل الشموس تعاب في وضح النهار. يرمون بالقول القبيح حياءك، ويرون في إيمانك جهلا وعار، جهلا وعار. يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار، بين السفور وبينك حجب الفخار، حجب الفخار. يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها، وهدى الكتاب يظلها ظل المحار. أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار. أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار. ظلوا الحياة ثقافة غربية، غربية، وبأن في تقاليدها عز الديار. أولم يروا أن الضياع يسوقهم نحو الهلاك يذيقهم كأس الدمار. يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار، بين السفور وبينك حجب الفخار، حجب الفخار. يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها، وهدى الكتاب يظلها ظل المحار. أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار. أنت كمثل النجم في لمعانه رغم
نغم الظلام يلفه لف السوى ردي أباطيل الطغاة وأبحري بالدين لا تخشين أمواج البحار ولتشمخي بالدين حتى تسعدي وامضي به في دربك أسمى شعار يا لؤلؤا قد صان عفتها القمار بين السفور وبين عاود تملكاتشتاچن عسان بوسوان يمتقل رسرانا من سراو معناته ان شاء الله وهدى الكتاب يظلها ظل المحار يا لؤلؤا قد صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار بسم الله الرحمن الرحيم ተመልካቾቻችን አሁን ላይ ፊል ለፊት እንደምንመለከተው እንግዲህ የደረስንበት ስቴፕ ምንድነው? ንጹህ ዘይት መጥበሻ ላይ አድርገን ስቶፕ ላይ እንጥራለን ማለት ነው። ልክ ዘይቱ ጋል ሲልል አሳምቡሳችንን ተንጠብሳለን ማለት ነው። ፊል ለፊት እንደምንመለከተው አሳምቡሳዎቹ ሬዲ ሆኗል ተዘጋጅቷል ተጠቅለዋል በትክክል ቅድም እንዳሳየናችሁ አሁን ወደ መጥበሱ ሂደት ልንሄድ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ። ዘይቱ ጋል ሲል እንጀምራለን ስራ صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوى ظلوا الحياة ثقافة غربية وبأن في تقليدها عز الديار أولم يروا أن الضياع يسوقهم نحو الهلاك يذيقهم كأس الدمار يا لؤلؤا قد صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوى ردي أباطيل الطغاة وأبحري بالدين لا تخشين أمواج البحار ولتشمخي بالدين حتى تسعدي وامضي به في دربك أسمى شعار يا لؤلؤا قد صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا تكبراتي نجاح ميديا بيتسابوش عندما نالات شولن እንግዲህ አሳምቡሳ አሰራር ሂደቱ ሙሉ ሙሉ ቪዲዮን አሳይተናችኋል። አሁን ደግሞ ፊል ለፊት ላይ እንደምትመለከቱት አሳምቡሳው አልቆ በመመገብ ላይ ነው የምንገኘው ማሻአላህ በሉ።
ኮሚኒቲ ላይ ማሳውቁን መብላት መመገብ የምትፈልጉ አንዳንድ እናደላችኋለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያው አንድ 10 ሚሊዮን አምቡሳን የጠበስ ነው ብዙ ላይሆን ይችላል፣ ግን እናንተ ለማስተማር ስለሆነ ሁላችሁም ቤታችሁ ናችሁ። النجاح النجاح نجاح.